خرجنا في الدراسة الماضية ما يتعلق بالسيارة، نعتبر أن الآن يعني في هذا الوقت كالمراجعة لما تقدم. أولا هذه الدورة في ماذا؟ من يعلم؟ في فرق الصيام. لماذا اخترنا أن تكون هذه الدورة في فرق الصيام لم تكن مثلا في فرق الحج؟ لماذا؟ ما السبب؟ من يعلم؟ نعم، لأننا لا يمكن أن يأتي بأي عبادة من العبادات إلا ونأتي بدليل عليه. أراد أن يصلي أي إنسان نقول حرام أن تصلي حتى تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن في شباب النصارى إذا عندنا نقبل على شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى بلغ المياه لا ولا نتعلم فقصير. طيب ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ التقوى. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تعليم النفس على الصبر. تقدم. أنت تقدم لا تتكلم. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي تجعلون بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. نعم. وأيضا من الحكم الخير. نعم، الخير في الدنيا والآخرة وأن تصوم خير. ما الحكمة من مشروعية صيام شهر رمضان؟ تعليم النفس على الصبر. تعليم تعويد النفس على الصبر، تصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله. أن تعلم أن هناك فقراء تمر عليهم الساعات ولا يجد شيء، ولهذا تشرع الصدقة على الفقراء في رمضان وتجب زكاة الفطر حتى نغنيهم في يوم العيد على السؤال. استشعار بالعبودية. استشعار بالعبودية وأنك عبد تمتثل أمر سمعا وطاعة. الصحة راحة. نعم، تشعر بقيمة النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. إن الله عفاك وأعطاك المال وتأكل وتشرب فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. طيب ما حكم ثمران؟ خليك معنا يا شيخ، تعالوا قرب معنا يا شيخ. تقدم. ما حكم صيام شهر رمضان؟ تعرف؟ أنا لا أعرف عربي. لا أعرف عربي. سبحان الله، كيف سمع كلامي وقال أعرف عربي؟ إذن يعلم. سمع كلامي وقال أعرف عربي. ممكن كلمة كلمة يعرف. ما حكم صيام شهر رمضان؟ واجب. واجب. أيوه. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا كتب على الدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب تترجم أنت؟ لا فرويد أظن. طيب جزاك الله. في رضا عن التبت. ما هو الصيام؟ ما هو الصيام؟ نعم، هو التعبد لله للإنسان. التعبد لله. إذا لابد أن تنوي الصيام بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعم، تمسك ولا تأتي بشيء يكون من المفطرات يكون صيام فرض. نعم، على من يجب الصيام؟
على من يجب الصيام؟ على العابد. المسلم خرج الكافر، العابد خرج المجنون، البالغ خرج الصغير، الصحيح خرج المريض مرض يمنع من الصيام، المقيم خرج بهذا المسافر مع أن الأولى بالمسافر الصيام إلا إذا كان يشق عليه، والخروج من الحيض والنفاس. مفسدات الصوم، تعرف ما هي مفسدات الصيام؟ الردة محبطة كل الأعمال، الأكل والشرب وما جرى مجرى الطعام والشراب، أو كان يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية، الحجامة، الجماع والاستبناء والبيع عمدا، وعليه قطع الصيام. طيب مستحبات الصوم، ما هي مستحبات الصوم؟ عليكم السلام. الله يحفظك. السلام. من يعلم مستحبات الصيام رمضان؟ هذا الشيء يستحب الصوم، ماذا يصنع في رمضان؟ ماذا تصنع في رمضان يا شيخ؟ قراءة القرآن، قراءة القرآن، وصلاة التراويح، والصدقة، والاعتكاف، والاعتمار. وعدم قول الزور، والصدقة، والصدقة، والامتناع عن كل ما حرم الله، بخاصة قول الزور وعمل به، والدعاء يشرع للصائم أن يدعو عند الفطر، وتعديل الفطر، وتأخير السحور، وأن يتسحر السنة على ترك، وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى مواجد من الطعام، فإن لم يجد نار إفطار. طيب أنواع الصيام قلنا أربع، من يعرف؟ أنواع الصيام، صيام واجب، صيام واجب ومكروه ومستحب ومحرم. الصيام الواجب ما هو؟ صيام رمضان والنذر وكفارة. الصيام المستحب بني على الدليل، نعم، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام ست من شوال، وصيام عاشوراء، والتاسع والحادي عشر، وصيام عشر من ذي الحجة ومحرم وشعبان، وصيام يوم وفطر يوم. طيب هذا الصيام المستحب. الصيام المكروه يكره المرء أن تصوم دون إذن الزوج إلا إذا نوى الإضرار بها، وصيام السبت وصيام الجمعة المنفرد. الصيام المحرم صيام الدهر، وصيام يوم الشك أو يتقدم صيام رمضان يوم أو يومين، وصيام يوم العيدين، وصيام يوم العرفة للحاج، وصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي محرم، الذي لم يجد الهدي يصح له الصيام، وصيام رجب تخصيص رجب بالصيام محرم. طيب أخذنا أيضا ما يتعلق بزكاة الفطر. سميت بزكاة الفطر لأن سبب هذه الزكاة نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، إتمام شهر رمضان، حتى وإن كان لم يصوم، كل من غابت عليه الشمس يوم العيد تجب عليه الزكاة، أسلم قبل المغرب بدقيقة، غابت عليه الشمس تجب في حقه زكاة مع أنه لم يصوم. المريض كذلك، الصغير الكبير، الذكر الأنثى، الحر العبد، هل تجب الزكاة أي زكاة الفطر
على الجنين الذي في بطن أمه لا تجب، لكن مستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين لقول عثمان رضي الله عنه. تخرج طعام، والغرض منها الحكمة من إخراج أبناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. طهر الصائم من لغو الرغب، لأنك عندما تصوم قد يحدث بك شيء، ولذلك أدبار الصلوات تستغفر صح، وكذلك إخراج زكاة الفطر حتى تطهر الصائم مما بدأ منه من لغو ورفض غيره. صاع من الطعام قمح، شعير، رز، مكرونه، تمر، زبيب مثلا، لكن لا ينصح ان تخرج فواكه. كذلك إخراج زكاة الفطر مال، هناك من يمنع من إخراج زكاة الفطر نقود، والأولى أن نخرج على ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام طع الماء للمساكين. وأخذ كذلك أخذنا ما يتعلق بصلاة التراويح أنها سنة وتؤدى الجماعة في المسجد، ويحصل له بالقيام بأعماله حتى يصلي قيام ليل، والأصل أن يقوم على ما قال به النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. ثم أخذنا ما يتعلق أيضا بالاعتكاف أنه سنة مؤكدة واضح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطل الاعتكاف الجماع والخروج الكثير. ثم أيضا أخذنا شيء ما يتعلق بصلاة العيدين، وأن هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد. طيب نعم.